وينضم إلينا الآن توني بولوس مراسل أورينت نيوز من بيروت. أهلا بك توني. بداية، هل يمكننا الحصر أن تداعيات تصفية شركة سعودي أوجي وتوقف 9,000 لبناني عن العمل هي اقتصادية بحتة؟ يعني هي الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي أصابت ثاني أكبر شركة سعودية بهذا الشكل الكبير من الانهيار، يمكننا القول أن هناك نوع من الخليط من الأزمة السياسية يليها والأزمة الاقتصادية. هذه الأزمة التي بدأ الحديث عنها منذ العام 2013 تعود إلى الكثير من الفساد في داخل هذه الشركة، أدى للتراجع بعائداتها بعد الكم، وكانت تصل عائداتها السنوية عام 2010 إلى حوالي 8 مليار دولار، وبدأ التراجع من حينها. يقول بعض الأوساط أن هناك بعض الضغوطات السياسية، وخاصة بعد تدهور أو تراجع في العلاقات بين المملكة العربية السعودية ورئيس سعد الحريري، كان هناك تأثير كبير أيضا على موضوع هذه الشركة من ناحية عدم أخذ عقود جديدة لتسديد العجز التي بدأت تقع به ابتداء من عام 2013. توني، تحدثت مصادر عن نقل كفالة ل 2500 عامل هندي من أصل 7,700 إلى شركات أخرى داخل السعودية. هل من خطوة مشابهة للعمالة اللبنانية، وخاصة بعد الحديث عن احتمال ارتفاع نسبة البطالة عن 30%؟ يعني للاسف يعني الوضع بالنسبه للبنانيين هو اكثر سوءا في بين كافه الجنسيات الموجوده في شركه شعود سعودي اوجي، والتي تضم حوالي 56 الف عاملا. فالعمال الفرنسيون كان لهم حل وبدا بدفع بعض تعويضاتهم، اما العمال الهنود يعني جزء كبير منهم حصل على تعويضات، وهناك حوالي 50 شركه سعوديه ابدت رغبتها في امكانيه نقل كفاله حوالي 2500 الى 3000 عامل هندي من شركه سعودي اوجي الى شركات اخرى، في حين أن الوضع بالنسبة للبنانيين يضيق في المملكة العربية السعودية بعد التدهور السياسي في العلاقات بين لبنان والسعودية من ناحية، وبسبب عدم إمكانية عودة هؤلاء إلى وظائف لبنانية. فالاقتصاد اللبناني يعاني من عجز وتقلص في خلق وظائف جديدة، إضافة إلى التفاوت الكبير بين الاقتصاد السعودي لناحية الدخل ومعدل الدخل بين لبنان والسعودية، وبالتالي هناك حوالي 9,000 مواطن لبناني سوف يعودون إلى لبنان دون أن يكون لهم وظيفة في لبنان أو إمكانية أن يدخلوا في إطار آخر في المملكة السعودية. وتبرز هنا أيضا مشكلة مناطقية في لبنان، حيث أن معظم العاملين في سعودي أوجي اللبنانيين هم من منطقة صيدا تحديدا الأكثرية القصوى، فهناك تخوف أن يكون هناك مشكلة اقتصادية كبيرة ومناطقية على حد سواء في لبنان نتيجة انهيار شركة سعودي أوجي. طيب توني، قبل يومين كان الأمين العام لسيار المستقبل أحمد الحريري في زيارة لعكار في شمال لبنان، لنتفاجأ بقطع الموظفين المصروفين من عملهم في التيار بشكل تعسفي الطريق أمامه، احتجاجا على زيارته طالبين منه المغادرة وعدم العودة إليها قبل دفع مستحقاتهم. هل نستطيع أن نضع هذين الحدثين تحت عنوان أزمة آل الحريري الاقتصادية؟ نعم، هي أزمة كبيرة لعائلة الحرير بشكل عام، لأن الأزمة الاقتصادية لم تشمل فقط شركة سعودي أوجي، فعدد كبير من شركات الحريري وعلى رأسها قناة المستقبل التي تضم عدد كبير جدا حوالي 1000 موظف من مختلف المناطق اللبنانية وشركات أخرى تعاني أيضا من عدم دفع الرواتب، وبالتالي جزء كبير من هؤلاء يعني حوالي السنة حتى الآن لم يقبضوا رواتبهم، مما شكل نقمة كبيرة على تيار المستقبل. الوحيد من عائلة الحريري الذي بدأ يحيد إلى حد ما مصالحه الاقتصادية عن العائلة هو الشقيق الأكبر لسعد الحريري، بهاء الحريري، الذي يقيم يعني منظومته الاقتصادية وشبكة شركاته في بشكل منفصل عنه، وبالتالي هذه الشركات لم تتعرض لأي مشكلة سياسية. أما باقي الفريق السياسي يعني من أحمد الحريري وبهاء الحريري وغيرهم من عائلة الحريري يتعرضون للضغوطات الاقتصادية ومطالبة الشعبية وتحديدا من قبل الموظفين العاملين في مختلف هذه الشركات توني بدفع رواتبهم بشكل عاجل وسريع. شكرا لك توني بولوس مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من بيروت، شكرا لك.